الفيلم الكوري لاكي من إخراج جي بيونغ وبطولة يو هي جين، هي جين وجو يون هي. يدور الفيلم حول طرفين، الأول جي سونغ شخص تعيس حاول الانتحار ليتخلص من حياته البائسة، ولكن بعد الاستحمام لأنه رأى أن الموت برائحة نتنة مثير للشفقة، فذهب إلى أحد العمامات الكورية حيث يلتقي بالطرف الثاني والخطير يونغوك، وبسبب قطعة صابون يتغير الحال 180 درجة فيصبح جي يونغ وهيونغ يصبح جي. فأضحى المنتف مدخما ومستمتعا بالنعم، خصوصا بعد إيجاده علبة البسكويت، بينما يجاهد الآخر لتحقيق ما يريد وسط ما يحيط به من ظروف. تعود الأمور إلى نصابها، أو هذا ما كان من المفترض أن يحدث. اغتيالات، انتحال شخصية، تمثيل، دراما. كل هذه الفوضى بسبب قطعة صابون. إن كنتم من محبي الأكشن الكوميدي فهذا هو الفيلم المناسب. أتمنى لكم وقتا طيبا مع عابس الوجه يونغوك والمغفل الطاهش جي سونغ.